كانت هذه كلمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر. تناول الكثير والعديد من المحاور المختلفة، من أبرزها أهمية دفع مسيرة الاندماج القاري الإفريقي والعمل على الإسراع من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وأهمية استكمال المنظومة الاقتصادية. تحدث عن مستقبل التكامل الإفريقي مع اقتراب دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ والنفاذ، وتحدث أيضا عن التحديات الجسام التي تواجه القارة السمراء، من أبرزها بطبيعة الأحوال الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وتحدث أيضا في متن كلماته على أهمية دفع عجلة التنمية لتحصين كل تقدم تم إحرازه على مسار تحقيق السلام من الانتكاس. والمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة الدكتورة سالي فريد، أستاذة الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. دكتورة سالي، بعد التحية، بداية يعني في أي إطار وفي أي سياق تضعي رئاسة مصر لقمة الاتحاد الإفريقي لهذا العام؟ رئاسة مصر مهمة جدا، بتضع مصر فيها نقاط على الأحرف فيما يتعلق بدور مصر واستعادة دورها داخل الدول الأفريقية. ولكن دعونا نحدد أن بالنسبة لأنها دورية فنحن نتفق على ذلك، هي رئاسة مصر للاتحاد دورية مثلها مثل باقي الدول، ولكن على مصر أن تستفيد من ذلك أقصى استفادة ممكنة لتقوية علاقاتها بالدول الإفريقية ولدعم وتمكين الدول الإفريقية في آن واحد، بحيث أنه أمامنا عدد من المحاور فيما يتعلق بدور مصر داخل الدول الإفريقية، فيما يتعلق بالعلاقات الإفريقية الإفريقية، وفيما يتعلق بعلاقات الدول الإفريقية مع العالم الخارجي. هذه الثلاث محاور محتاجة مصر أنها تسير فيهم بخطى واضحة وموازية أثناء هذا العام. تمام. هذا العام أيضا لازم أن نؤكد أن هذا العام هو بداية، يعني لا تستطيع من خلاله مصر أنها تقوم بكل شيء وبكل القضايا وتعمل على كل الأوجه، ولكنها وهذا ما أكده الرئيس السيسي أن هناك عدد من الأولويات يتم العمل فيها خلال هذا العام، حيث أنه بعد انتهاء العام يتم رصد ما تم التوصل إليه وما تحقيقه على أرض الواقع فيما يتعلق بهذه الأولويات. تمام. دكتورة سالي، يعني كيف تتابعين التحديات التي ذكرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في متن كلماته في عقاب الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي برئاسة مصر؟ تحدث عن تحديات عدة وكثيرة، أبرزها بطبيعة الأحوال الإرهاب وأهمية العمل على قلب رجل واحد لمواجهة هذا التحدي وهذه الآفة الخطيرة التي تواجه القارة السمراء بشكل كبير، وأيضا تحدث عن ملف أو قضية الهجرة غير الشرعية. كيف تنظرين إلى الرؤية والنهج والاستراتيجية المصرية للتعامل مع هذه القضايا وهذه التحديات وهذه الملفات المختلفة في إطار من التعاون والتكامل مع دول القارة السمراء في المجمل؟ هو مصر لديها نموذج رائع فيما يتعلق بالإرهاب، لديها نموذج نجاح تستطيع أن تعكس هذه التجربة وتطبقها مرة أخرى داخل الدول الإفريقية، تجربة مصر في مواجهة الإرهاب. فهذه المبادرة يتعين على مصر أنها تقوم بتوجيهها للدول الإفريقية باعتبار إيه اللي هي قامت به بالفعل، رؤيتها في فض النزاعات في باقي الدول، فكرة إقامة مركز قومي لبناء السلم والأمن في إفريقيا مهم جدا أن مصر تقوم بده باعتباره يكون هو المنوط بفض النزاعات داخل الدول الإفريقية ومكافحة الإرهاب داخل إفريقيا. نعم. بالنسبة للهجرة غير الشرعية فإحنا يتعين على الدول الإفريقية أنها تواجه ذلك من خلال توفير بيئة آمنة داخل إفريقيا للتقليل من فكرة الهجرة غير الشرعية، وده بيتحقق من خلال التنمية، من خلال المشروعات التنموية ما بين الدول الإفريقية. الاهتمام بالتنمية المشتركة زي ما قال الرئيس أظن أن هي على رأس الأولويات، وهي قادرة على مواجهة باقي هذه التحديات وموازي ليها بالفعل فض النزاعات والإرهاب، لأنه صعب جدا إقامة تنمية اقتصادية في ظل خلافات أو صراعات أهلية.
صحيح، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة الدكتورة سالي فريد، أستاذة الاقتصاد المساعدة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل سعادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سعادة السفير، بعد التحية، كيف تتابع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستعادة مصر من جديد لدورها الهام والمحوري والرئيسي في القارة السمراء بعد حالة ربما أو بعد مجموعة سنوات من العزلة والتهميش؟ سعادة السفير، سعادة السفير محمد العشماوي، هل أنت معي؟ هل تسمعني جيدا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. في كل الأحوال كنا نتابع منذ دقائق قليلة كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر وعودة مصر من جديد إلى أحضان القارة السمراء، وكانت هناك الكثير من المحاور والنقاط التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيء من التفصيل، كان أبرزها بطبيعة الأحوال أهمية دفع مسيرة الاندماج القاري الإفريقي والعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة. يبدو أن سعادة السفير عاد إلينا من جديد. سعادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، سعادة السفير هل أنت معي؟ تسمعني الآن؟ نعم أنا معك أسمعك. تمام سعادة السفير، يعني ماذا يعني أو دلالة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي؟ دلالته أننا عدنا إلى وضعنا الطبيعي في القارة الأفريقية. مصر دولة أفريقية، دولة يعني مهمة جدا في أفريقيا، نحن دولة أفريقية في قلب أفريقيا، ومنذ يعني معرفة مصر ببلاد بونت من التاريخ القديم صلات مصر بأفريقيا لم تنقطع. صحيح حدث قدر من الجفاء في وقت ما خلال من سنة 95 إلى 2005 تقريبا، ولكن الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة وعادت مصر إلى وضعها الطبيعي في القارة الأفريقية كدولة قائد ودولة مهمة في هذه القارة، وحاليا تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي. تمام سعادة السفير، يعني كيف تتابع الانتصارات والنجاحات المختلفة التي تحققت من قبل الدبلوماسية المصرية، وأيضا الجولات المكوكية والماراثونية التي قام ولا يزال يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول العالم أجمع، ما خلق حالة من التوازن في العلاقات المصرية مع الدول المختلفة مبنية على الاحترام والمصالح المتبادلة والمشتركة؟ هو توازن بالفعل في السياسة الخارجية، ولكنه توازن يتصل باعتبارات الأمن القومي المصري، وهي اعتبارات مهمة جدا في السياسة الخارجية المصرية بحكم أننا دولة أفريقية وأننا عضو وأننا دولة من دول مياه النيل، دولة مصب لنهر النيل. صلاتنا بأفريقيا صلات قوية جدا، وإن شاء الله من خلال الاتصالات ودعم الاتصالات من خلال رئاستنا للاتحاد الأفريقي سيمكن يعني حل الكثير من المشاكل القائمة بالنسبة لموضوع سد النهضة، بجانب نقل الخبرة المصرية إلى القارة الأفريقية في مجال التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وفي مجال مكافحة الإرهاب، وفي مجال التخلص من أزمات اللاجئين غير الشرعيين من أفريقيا إلى القارة الأوروبية. على ذكر سيادتك لملف سد النهضة، كيف تابعت اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي وبالرئيس السوداني عمر حسن البشير، والحديث أو التأكيد على ما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بالمبادئ الذي تم الاتفاق عليها في مدينة الخرطوم، بأن التأكيد على أن مصر لا تمنع التنمية في أي بلد أو دولة إفريقية، ولكن هذا في المقابل لا يعني الإضرار بالأمن القومي المصري؟ هذا بالتأكيد هو أساس الموقف المصري،
يعني فرصة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في هذه السنة فرصة عظيمة جدا لمزيد من اللقاءات ومزيد من التنسيق ومزيد من المفاوضات بشأن موضوع سد النهضة، وأولها وبدايتها كانت الاجتماع الثلاثي بين السيد الرئيس والرئيس السوداني ورئيس وزراء أثيوبيا، ولاستكمال التفاوض وتنسيق المواقف في هذا الموضوع، وبالذات في مجال مدة تخزين المياه في سد النهضة وإدارة السد. سعادة يعني الحديث عن هذه التفاصيل الفنية. نعم بالضبط، هذا شيء مهم جدا وفرصة لمزيد من اللقاءات ومزيد من التنسيق ومزيد من المفاوضات لتسوية هذه المشاكل التي تخص الأمن القومي المصري، وهي قضية حياة أو موت بالنسبة إلى مصر. صحيح، هي قضية أمن قومي طبعا بالدرجة الأولى. سعادة السفير، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في متن كلمته على الجهود والمساعي المصرية بالتضافر وبالتعاون وبالتنسيق وبالتوثيق مع باقي دول القارة السمراء من أجل إعادة النظر في إصلاح الاتحاد الإفريقي، من أجل أن يفرز اتحادا أكثر قوة وتفاعلا مع القضايا والملفات والتحديات المختلفة التي تواجه القارة السمراء. كيف ترى الرؤية المصرية فيما يتعلق بإصلاح الاتحاد الأفريقي؟ قضية إصلاح الاتحاد الأفريقي من الناحية الهيكلية ومن الناحية المالية قضية مهمة جدا، لأن الاتحاد الأفريقي في الحقيقة متقدم، وهو أكثر تقدما من جامعة الدول العربية وأكثر تأثرا بالاتحاد الأوروبي، ومن هنا فيعني إعادة هيكلة الاتحاد بالذات في مجال موضوع مجلس الأمن والسلم الأفريقي وفي مجال يعني عندنا محكمة أفريقية في مجال المحكمة مجال القضاء الأفريقي والمحكمة الأفريقية، يعني موضوع مهم جدا في القارة الأفريقية بالذات من أجل تحقيق السلام وإنهاء الصراعات في القارة الأفريقية ودعم الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، بما يؤثر بالإيجاب على مشكلة اللاجئين الغير الشرعيين ويعطي فرصة للعمل للشباب الأفريقي ولرجال الأعمال المصريين في القارة الأفريقية. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا أيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، أهم وأبرز ما توقفت عنده من رسائل في كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الكلمتين الافتتاحية الختامية حددت معالم حركة مصر خلال عام الرئاسة، وحددت أولويات القارة الإفريقية وتحدياتها والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة أولا قضية الإصلاح المؤسسي والمالي، وكذلك قضية الاندماج الاقتصادي والبنى التحتية، قضية الإسراع بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبالإضافة إلى ذلك ما لمسه السيد الرئيس من التحديات الأمنية سواء كان تحدي الإرهاب والمواجهة الشاملة وكشف داعمي ومساندي بشكل جماعي، وبالإضافة إلى العمل من أجل الإسراع بتحقيق أهداف مبادرة الاتحاد الإفريقي إسكات البنادق 2020، وهي المبادرة التي تستهدف تسوية النزاعات حتى تتفرغ القارة لجهود التنمية الاقتصادية والاندماج الاقتصادي من أجل تحقيق حلم أفريقيا الواحدة. إضافة إلى ذلك أكد الرئيس على الآليات المستجدة سواء كان الأمر يتعلق بآلية مساعدة الدول ما بعد النزاعات المسلحة تنمويا واقتصاديا، أو من خلال تعزيز آليات العمل من أجل تسوية النزاعات والمساهمة في إجراءات حفظ الأمن والسلم بالتعاون وبشراكة مع الأمم المتحدة. هذا اللقاء الذي عقد مع أنطونيو غوتيريس في اليوم الأول لزيارة السيد الرئيس، واستكمالا لذلك حدد الرئيس ثلاث محاور رئيسية من الاندماج الاقتصادي وإسراع تنفيذ اتفاق التجارة الحر وتمكين المرأة والشباب وإتاحة الفرص له ومواجهة مخاطر النزوح من خلال الدعوة لاستثمارات أوروبية
ودولية تسهم في نمو القارة وتوطين الشباب حتى لا يلجأ غير الشرعي. سعادة السفير، يعني هناك حرص واضح يعني متمثل طبعا بطبيعة الأحوال في القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التأكيد على الجذور والروابط العميقة التي تربط مصر بالقارة السمراء. كان هناك حضورا ومشاركة فعالة في كل المنتديات والفعاليات التي ترتبط بإفريقيا. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا والمنتدى الأوروبي الإفريقي، أيضا منتدى الصين إفريقيا والقمة الألمانية الإفريقية. كيف تتابع هذا الحرص المصري في التأكيد على الجذور والهوية الإفريقية؟ طبعا عودة دبلوماسية القمة لممارسة دورها الفاعل على الساحة الإفريقية كان له أبلغ الأثر في استعادة مصر لزمام المبادرة والعمل ووضع إفريقيا على سلم أولويات الخارجية المصرية. كل هذه الإجراءات بالإضافة للمشاركة المصرية تعبيرا عن الرأي الإفريقي والقرار الإفريقي في منتديات دولية زي اتفاق باريس للتغير المناخي وفي عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عن إفريقيا لمدة عامين، رئاستها لمجموعة 77 وفدين، بالإضافة لما ذكرتي سيادتك عن الزيارات المتكررة للسيد الرئيس وحضوره لكافة فعاليات الاتحاد الإفريقي، كلها مهدت الطريق، بالإضافة طبعا لجهودنا من أجل الوساطة والسلم الأمن في جنوب السودان وفي شرق القارة وفي العديد من مناطق النزاعات، خاصة الدور القصري المرموق في ليبيا وتسوية النزاعات في المناطق المحيطة بنا. كل هذه الإجراءات والمبادرات كان لها أبلغ الأثر في سعادة مصر لمكانتها وتهيئة الأجواء للتتويج الذي تم برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي الذي أرى فيه مسؤولية تتطلع فيها إفريقيا للشقيق الأكبر كي يقدم معارفه وخبراته، ولعل اختيار مصر مقر للوكالة الفضاء الإفريقية هو تعبير عن الثقة في المستقبل وثقة في أن هذا المستقبل يتحقق أسرع بالإرادة المصرية أو بالخبرات والمعارف المصرية، ومن هنا إن شاء الله ستتحقق خلال عام الرئاسة أهداف الرئاسة المصرية لتضيف لبنة كما أضاف الرواندي بولتا جامعة على سبيل المثال في العام المنصرم، وبالتالي تنشأ هذه الدورية في قيادة العمل الإفريقي وبعد مصر جنوب إفريقيا حتى نصل ل 2063 القارة، 100 عام منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية نحو قارة مزدهرة ومستقرة وآمنة. سعادة السفير، كيف يمكن لنا أن نستفيد وأن نستثمر من نتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها من خلال نجاحات وانتصارات الدبلوماسية المصرية بشكل كبير والعمل في المستقبل القريب والبعيد على تدعيم وتوطيد وتوثيق العلاقات المصرية بكل دول العالم؟ طبعا تفعيل الآليات التي تبنتها مصر عبر السنوات السابقة سواء آليات حفظ السلام وفض المنازعات وتأهيل الكوادر الإفريقية في آليات مكافحة الإرهاب والتدريب وتبادل المعلومات، العمل من أجل سرعة تفعيل المركز الذي تم الاتفاق على أن تستضيفه القاهرة لمواجهة آثار ما بعد النزاعات في مناطق القارة المختلفة. كل هذه الآليات بالإضافة لما يمكن تقديمه أيضا بشأن قضية اللاجئين والنازحين اللي حدد السيد الرئيس عددهم بنحو 26 مليون نازح داخل أراضي وداخل أوطانه أو على حدود الدول المجاورة بسبب التغيرات المناخية، ليس فقط بسبب الإرهاب أو النزاعات المسلحة ولكن بسبب التغيرات المناخية من تصحر وجفاف، تستدعي إلزام المجتمع الدولي كما طالب السيد الرئيس بتنفيذ تعهداته للدول الإفريقية. وأنا أظن وفقا لاتفاق وإعلان ثاني كان الاتفاق أن تقدم الدول التي تلوث البيئة وتستفيد من الموارد الطبيعية أن تساعد الدول الإفريقية لمواجهة تحدي التغيرات المناخية من تصحر والبحث عن الماء والكلى الذي يدفع مجتمعات كاملة للنزوح، بالإضافة للضائقة الاقتصادية التي تؤدي للهجرة غير الشرعية علاوة عن النزاعات المسلحة. فدعوة الرئيس اليوم له بالاستثمار في القارة بما يفيد الطرفين.
صحيح، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. مشاهدينا الكرام، متابعتنا الإخبارية تتواصل دائما وأبدا مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار. هذه تحياتي وإلى لقاء جديد.